أحياء كبيرة ونسب سكان عالية يقابلها قدم إسالات المياه وتهالكها، والنتيجة أبناء المناطق الشرقية لسامراء يستغيثون من شحة مياه الشرب. عندما تختفي الحلول الحكومية يظهر الخيرون بمواقفهم، فبعد أن عجزت الجهات المعنية عن حل أزمة مياه الشرب ينبري دور الخيرين ليجودوا بمنظومة لتصفية المياه بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي وبسعة 1000 لتر في الساعة الواحدة، عسى أن تخفف من وطأة شحة مياه الشرب. أحياء كلها مكتظة بالسكان وفيها عوائل فقيرة جدا، يعني دون مستوى خط الفقر. لهذا ارتئينا أن نعالج قضية المياه الصالحة للشرب، وبمساهمة الخيرين من أبناء المدينة طبعا سوينا هذا المشروع البسيط المتواضع. كلفة المشروع حوالي 10 ملايين دينار. السعة الإنتاجية للماء الصالح للشرب تقريبا 1000 لتر في الساعة الواحدة. 8 أحياء أهمها الإفراز والمثنيات والإجباريات والخضراء تحتل أعلى نسبة سكان في المدينة، تكاد أن تصل إلى 50%. يصل في بعض الأحيان انقطاع المياه عنهم إلى أكثر من 7 أيام، رغم أن المياه تحيط بالمدينة من 3 جهات. أكثر من 8 أحياء، وسامرة محيطة على مدار سامرة بالمياه، والإسالات من تنظيم قديم. الماي محيط بها ونعاني من الماي مالها. شنو معناها هسه نقول بالتناكر؟ احنا مو بريف، هسه الريف بالبحيرة دا ينقلون تناكر افتهمناها، اما احنا مدينة سامرة تناكر شنو معناها والمضخات شنو معناها؟ دائرة الماي وين والفلوس وين يعني والمضخات وين؟ لولا دور الخيرين ودور المنظمات الدولية في إغاثة المواطن لكان الحال أشبه بالعصور القديمة، فالحاجة لا تتناسب مع الواقع، وهذا الواقع زاد الطين بلة. من صلاح الدين براك العان، قناة الفلوجة.